أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة مهمة وخاصة جدا من حلقات برنامج نحو الهدف. النهاردة حلقتنا هتكون حلقة خاصة ومختلفة جدا جدا. النهاردة الشخصية اللي معايا مش بس مجرد مرشحة لمجلس النواب 2020، لكن شخصية ذات قيمة علمية من نوع خاص، شخصية مثقفة لديها رؤية واضحة واستراتيجية وبرنامج انتخابي من نوع مختلف. خلوني أرحب في البداية بضيفتي العزيزة عليا وعلينا كلنا، اللي تشرفت أن أكون طالبة من طلابها وأنا شخصيا اتعلمت منها الكثير والكثير. خلوني أرحب بالأستاذ الدكتور حنان حسني يشار، عميد كلية التربية النوعية بأشمون ومرشحة لمجلس النواب 2020، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي، شكرا جزيلا على المقدمه شكرا. الجميله دي. طبعا دكتوره حنان حسني يشار غنيه عن التعريف، ولكن السيره الذاتيه لو قعدنا نتكلم عنها كتير جدا مش هيكفي، لان ما شاء الله شخصيه طموحه، شخصيه ذات قيمه علميه كبيره جدا. فالدكتوره حنان هتدينا نبذه مختصره عنها. اهلا بيك. انا حنان حسني يشار، من وليد قريه صغيره كده اسمها البرانيه، طبعا مركز اشمون منوفيه. خدت بكالوريوس اقتصاد منزلي جامعه حلوان سنه 88، وبعدين اشتغلت في كليه التربيه النوعيه معيده من سنه 89. ما شاء الله. تدرجت بقى معيده، فمدرس مساعد، فمدرس، فاستاذ مساعد. استاذ مساعد كان اول منصب قائم بعمل رئيس قسم اقتصاد منزلي، وبعدين خدت استاذ، بقيت رئيس قسم اقتصاد منزلي، ثم وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، ثم ما شاء الله. العميد. خلصت دوره وحاليا في الدوره الثانيه. ان شاء الله على خير يا رب. بما ان حضرتك عن قائمه، ناس كتيره جدا جدا كلمونا لما عرفوا ان حضرتك هتكوني معانا النهارده، وبيسالوا هل بالفعل نظام القائمه في انتخابات 2020 هيأثر على رأي الناخب في العمليه الانتخابيه؟ بالعكس، انا ليا راي. هي القائمه الوطنيه من اجل مصر هي حزب واحد؟ لا، هي 12 حزب، مزيج من 12 حزب. في المنوفيه هم او يعني في من ممثلين لخمس احزاب. فمعنى كده ايه؟ ان احنا بالعكس مفيش حزب هينفرد بالمجلس ده، هي العدد كبير جدا، 12 حزب مش حاجه قليله. حزب مستقبل الوطن بياخد اعداد كبيره، لان هو يمكن مكتمل حزبيا واداريا بصوره كامله، لكن 12 حزب. فاعتقد اللي مش عضو في حزب مستقبل الوطن هيبقى في الوفد، هيبقى في الشعب الجمهوري، هيبقى في اي حزب من الاحزاب دي. فبالتالي انا بمثل اغلب الاحزاب القويه اللي موجوده على ارض الواقع في مصر، ومعانا حتى تنسيقيه الشباب، فدي برضو حاجه حلوه قوي. بعدين القايمه مثلا هتكلم عن المنوفيه 13 فرد، فاكيد ال 13 فرد دول لو انت مش مقتنع بفرد هتبقى مقتنع هتبقى بالتاني، مقتنع بالتاني. فدي برضو بالظبط. نقطه يعني تسهل على الناس ان كيفيه الاختيار الجيد. ولو سمحتيني اقول لحضرتك يمكن برضو ميزه حلوه قوي، ال 13 فرد مختلفين، مش مختلفين الاحزاب بس قد ما مختلفين المذاهب والمشارب زي ما بيقولوا. يعني انت هتلاقي فينا اطباء، فينا اساتذه جامعه، فينا رجال اعمال، فينا شباب صغير في السن، فينا حد بيمثل المغتربين. فدي برضو قائمه متكامله طبعا. يعني، ومنتهى الامانه انا بقولها في كل حته انا فخوره بهذه القائمه لانها بتضم نخبه جيده من العاملين في السياسه. العاملين. تمام. تمام. الجانب التشريعي والرقابي مسؤولية لكل عضو مجلس النواب، وهو الدور الأهم للأعضاء. كيف ستلعبين هذا الدور الهام بعيدا عن الدور الخدمي؟ جميل، حضرتك أثرتي نقطة في غاية الأهمية. دور مجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس التشريعي أحيانا بيطلق عليه هذا اللقب، هو فعلا تشريع وسن القوانين. تمام. وفي نفس الوقت الرقابة على الأجهزة الحكومية هي أدت دورها بصورة جيدة أم لا. مهم جدا. كان يقال احيانا على بعض المرات يعني يقول ايه، مجلس بيمشي كل حاجه. ما فيش مجلس نواب يستطيع ان يمشي كل حاجه، لا، هو لازم يدرس القانون اللي بيعرض والتشريع اللي هيتم تنفيذه، لان ده تشريع. يعني ايه تشريع؟ يعني سيتم تنفيذه ويتحول لقانون، فبالتالي لابد من دراسته جيدا قبل ما يتم الموافقه عليه او رفضه. ولو له روافد او له نقول ايه نقاط خارجيه، لازم ان انا اعرف كل النقاط دي ايه. ما يبقاش بس يهمني القانون الرئيسي قد ما يهمني القانون الرئيسي وايه الفرعي اللي تحتيه، لان ساعات مثلا بيبقى المنطوق بتاع القانون مش مفهوم. فبالتالي انا بدعي اي عضو في مجلس الشعب ان لو
لو غامض بالنسبه له المنطوق بتاع القانون، ان لازم يفهم كويس قوي ايه اللي ورا هذا المنطوق وايه الفرعيات بتاعته، عشان لما يوافق عليه ويعرف هو هيفيد مين ويضر مين، ولما يرفضه هو يعرف هو هيفيد مين ويضر مين. فانا معاكي تماما ان دي لازم اي عضو في مجلس الشعب يدرس اي قانون مطروح من كل جوانبه قبل ما يوافق عليه او يرفضه. وانت قلتي صح، الجانب الخدمي مطلوب، بس الجانب التشريعي والرقابي اهم. اهم طبعا، دي حقيقه. طبعا تمام. حضرتك يا دكتور يعني سيده وانا كاعلاميه، فالمشاهد بنسبه كبيره جدا جدا هيقول ان حضرتك بقى منحازه للسيدات اكتر وانك مع السيدات، فهل الرجل ليه جزء من برنامجك الانتخابي؟ بصي ولو حضرتك. ليه جزء فهو ايه؟ بصي حضرتك، تمام، هقول لسيادتك على حاجه. لما نيجي نتكلم على اعضاء مجلس الشعب بدون نقاش، كل عضو مجلس الشعب هيبقى عنده قضيه او اتنين مشتركين فيها كلنا، بالضبط. تمام، وهتلاقي بقى كل واحد بعد كده له اهتمام بجانب اخر. فلما نيجي نتكلم ونقول ان انا كعضو مجلس الشعب وهتكلم عن نفسي ههتم بالصحه والتعليم، اعتقد ما فيش عضو مجلس الشعب مش هيهتم بالصحه والتعليم، طبعا صح؟ طبعا. لان هدي يبقى الشغل الشاغل. هل دي للستات بس؟ لا، لا، ده للراجل وللست وللطفل وللعامل وللفلاح، صح ولا غلط؟ وللراجل اللي بيشتغل بالاجره يوم بيوم. انا بتكلم في نقطه هي الاساس في الموضوع. وللشاب، انا مش ههتم بالراجل بس، انا ههتم بالشاب كمان، تمام؟ لو قلنا الصحه والتعليم، طب يعني ايه الاهميه او ايه اللي بنسعى ليه؟ هقول لك ان في خطه واسعه جدا جدا اوريدي بالفعل تمت في هذا المجال، تمام؟ احنا هيبقى همنا ايه بقى؟ ان احنا نكمل على نفس الرتم ده العالي، الرتم العالي الجميل اللي احنا ماشيين فيه كدوله، كويس؟ ونقول يلا بينا نكمل في هذا المجال. الصحه، يمكن اقول لحضرتك انا عارفه ان في، وطبعا حضرتك عارفه المشاهدين عارفين ان في عندنا مشروع متكامل بتاع التامين الصحي الشامل، هو طبق السنه دي في محافظه واحده وهيتم تطبيقه في مختلف المحافظات. بس مثلا هتكلم على اشمون والمنوفيه اللي هي بلدي واللي انا منها، احنا محتاجين عدد المستشفيات يزيد، لان انا في عندي مستشفى بتخدم المركز كله، محتاجين عدد المستشفيات يزيد. فهنتكلم في الموضوع ده. عندنا مستشفيات اسمها مستشفيات التكامل اشتغلت فتره وقفلت، طب نعرف قفلت ليه، هل المشكله في ايه؟ هل عشان عندنا عجز في الاطباء، ولا هل عشان عندنا عجز في الاجهزه؟ فنبدا نشوف ايه المشكله اللي واقفه قدامنا ونحاول نعالجها. حقيقي في عجز في الاطباء كتير جدا طبعا، احنا يعني تخطينا مرحله النقص بقى عجز، يعني النقص الشورتج اقل من العجز، العجز ده معناه ان عندنا فعلا عجز. فنشوف المشكله فين ونحلها. هل لما نهتم بمستشفى زي كده هل هتبقى للسيده فقط؟ لا، لا طبعا، هتبقى للكل بصفه عامه. لما بنتكلم على التعليم مثلا، طبعا انا بقول نقطه صغيره عشان ما نطولش في الكلام، يعني لما اجي اتكلم عن التعليم دايما مثلا ما بعمل مؤتمر صغير كده يقولوا لي ايه مرتبات المدرسين. طبعا مرتبات المدرسين مهمه جدا، والمرتبات المفروض ان احنا ندور ونشوف ازاي نعليها، طبعا مفيش نقاش. بس معلش، هل هو مرتبات المدرسين هي النقطه الوحيده اللي هتكلم فيها لما نيجي نتكلم على تطوير التعليم؟ يعني احنا نتكلم على منظومه، بالظبط، صح؟ انا بتكلم على مبنى، انا بتكلم على اجهزه مستخدمه وادوات مستخدمه داخل المبنى ده، انا بتكلم على جهاز اداري ما ينفعش المدرسه تقوم من غيره، لا خالص. ويمكن انا كعميد اقول لك انا عندي الجهاز الاداري ضلع من الضلالة، من الاضلاع الثابته القويه في الكليه. فالمفروض ان انا لما ادور هدور على كل المنظومه ككل، مش حاجه مرتب معينه وتسيب الباقي. بالظبط، وده في الحاله دي برضو مش هتكلم على الست بس، لا انا هتكلم على الكل. ويمكن مثلا كان حصل في، كان لقاء صغير كده احد الحاضرين بيقول لي ايه المدرس اللي انت عايزه تزودي مرتبه دوت وهممكم انكم تزودوا مرتبه، هو بيدي دروس وبيخليني ادفع دم قلبي ليه. فبصي حضرتك انت مش هتعرفي ترضي كل الاطراف. بالظبط، بس برضو مهم ان احنا نقول ان في تصدي لهذه الظاهرة، صح ولا غلط؟ طبعا. يعني الدولة نفسها والوزارة بتتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية، وفي نفس الوقت أنا لما أدي المدرس مرتب أعلى شوية، لما أدي له فرصة أن يعلي مرتبه عن طريق المجموعات التقوية اللي تبقى في المدارس، مش هيدي دروس، فهيشيل العبء عن الأهالي. بالظبط، برضو دي نقطة. ودي نقطة بنتكلم في إيه؟ تطوير التعليم او الصحه والتعليم زي ما بنقول. بالزبط. طيب برضو لو اتكلمنا على النقطه برضو في غايه الاهميه عشان هم بياخدوها ان جنرال، في احصائيه يمكن عندنا 1,400,000 مدرس في مصر،
اوريدي اللي بيدي منهم دروس خصوصيه ما بي يعني ما بيكملش 100,000، فاحنا بنتكلم تقريبا في اقل من 10. مش كله فعلا اللي بيدي اهو بالظبط. فبالتالي مش عايزه احكم على كل المدرسين ان كل المدرسين بيعملوا، لا بالعكس، مدرسين قايمين بدورهم وهم اللي مطلعين ولادنا وبيعلموا ولادنا، ولازم ننحني لهم اجلالا وتقديرا، ولازم نهتم بيهم. بس واحنا بنهتم بيهم، نهتم بالمدرسه، نهتم بالموظف، نهتم بالعامل اللي موجود في المدرسه. فده الراجل الشاب اللي مبادرات الرئيس بتدعونا لتمكين الشباب، صح، مهم جدا الشباب دولت نعمل لهم، ودي نقطه يعني مش عايزه اقول لحضرتك بتهمني قد ايه، نعمل لهم ملتقى للتوظيف. ده مهم قوي، نوضح له ايه الفرص المتاحه امامه عشان يعرف يتوظف بشهادته او بغير شهادته. فعلا طبعا تمام، لان البطاله هي اللي بتفوت في عدد الدوله. بالظبط تمام. يمكن كتير جدا كنت اقولها في محاضرات ليا والناس كانت تزعل مني ما اقول لهم البطاله اختيار، كانوا يزعلوا مني جدا، يعني ايه البطاله اختيار؟ احنا مش لازم مش لاقيين وظائف. قلت لهم، كنت دايما اقول لهم انتوا مش لاقيين وظائف على هواكم، لكن هو في وظائف. يعني انا ببقى مستني الوظيفه اللي اشتغل فيها النهارده، والنهارده اخد 10,000 جنيه. مفيش يعني وظيفه هما كده. هما عايزين ياخدوا الوظيفه، لا احنا عاوزين بقى نقبض اول يوم كده اول شهر. لا ما هو انت قاعد مستني وظيفه، طب اي وظيفه مثلا تجي لك على ما اللي انت عاوزها. بالظبط. يمكن سمعتيني في ملتقى التوظيف وما قلت لهم كده، يعني لو قارنا الزيرو بال 500، ال 500 اعلى بالزبط. رغم انها قليله جدا ومش هتعمل حاجه، بس ال 500 اعلى من الزيرو. وبعدين ال 500 هتبقى 1000، هتبقى 1000 ونص، هتبقى 2000، هتكبر بقى بعد هتكبر. كده. فبالتالي النقطه دي في غايه الاهميه. واحد، ان احنا نعمل يعني وعي، نوعي الشباب. طبعا مهم جدا تشتغل في تخصصك جدا، بس لو ما لقيتش في تخصصك ما تقعدش في البيت. ما يبقاش الحل يا اما اشتغل في تخصصي يا اما اقعد في البيت. لا، ده مش صح. اشتغل اي حاجه وفي الاخر هيجي لك شغلتك ان شاء الله. ما استناش ان انا لما يحصل تبقى عملت خبره حتى مثلا. مثلا استفدت بالوقت دوت، خد كورسات، دور على نفسك، خد لغه، ادرس لغه. المهم ما يبقاش انت قاعد في البيت مستفيد بالوقت اللي عندك. بالظبط. وكل اللي انت عامله ان انت مستني يجي اعلان، والاعلان دوت مطلوب 5,000 واحنا 5 مليون عايزين يشتغل. طب ما 5 بس اللي 5,000 بس اللي هيشتغل. فعشان كده لا، احنا ما فيش عضو مجلس الشعب هيهتم بفئه غير الفئه. هو هيهتم بالكل، بس بعد كده هيبقى كل عضو مجلس الشعب له اهتمامه الازيد شويه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. حضرتك، واحنا في المقر الانتخابي عند حضرتك طبعا، وشفنا اراء الناس وقد ايه الناس فعلا بيحبوكي وقد ايه الناس فعلا بيعزوا الدكتوره حنان يشار. الحمد لله. حضرتك قبل الحلقه كلمتيني عن موضوع مهم جدا جدا، وهو المراه، وخصوصا المراه المعيله، فعاوزين حضرتك تقولي لنا هتشتغلي عليه ازاي الفتره الجايه. بصي حضرتك، عارفه لما يبقى لك حلم في حياتك، يعني انا بالنسبه لي المراه المعيله دي هي الحلم اللي انا بحلمه، اللي انا نفسي ما يبقوش موجودين في مصر. نفسي ولو موجودين بظروف حياتنا نحفظ لهم حياه كريمه. هما دول فعلا اللي انا بفكر فيهم. ولو قلت لحضرتك مثلا انا خلصت الدكتوراه 2000، انا من 2000 ل 2020 يمكن اغلب شغلي حوالين المراه المعيله. ليه بقى؟ المراه المعيله هي الاول، نقول ببساطه كده، هي المراه الارمله ومفيش دخل، هي المرأة المطلقة ومفيش دخل، هي المرأة اللي جوزها سافر وما تعرفش عنه حاجة، هي المرأة اللي جوزها موجود بس هو مكسل يشتغل وهي اللي بتقوم بالواجب. أنا رافضة إن يبقى الوسيلة الوحيدة ليها عشان تدخل دخل تعرف تعيش هي ولادها إنها تروح تساعد في البيت. ودايما بقولها، هل علشان خاطر احنا مش محتاجين المهنه دي؟ لا طبعا، كلنا محتاجين المهنه دي. طيب هل لانها مهنه مثلا سيئه السمعه؟ اطلاقا، اي مهنه بتدخل قرش حلال ده مهنه شريفه. مش عيب. بالظبط. واي شغل مش عيب. بس انا كل ما في الموضوع بفكر في مين؟ بفكر اللي ظروفها لا تسمح لها صحيا مثلا. هي صحتها ما تسمحش ان هي تقدر تعمل حاجه زي كده. فبالتالي المفروض ان انا اوفر لها وسيله تدخل لها دخل ثابت والى حد ما عالي ويكفيها انها تعيش حياه كريمه. فكرتي كلها بتدور حوالين ايه؟ احنا عندنا في جمعيات تنميه المجتمع اللي موجوده في اغلب القرى عندنا. الجمعيات دي انا وانا مدرس مساعد، انا فاكره كويس جدا، انا كنت بدرس فيها دورات للسيدات اللي زي كده. وكان اياميها بقى اللي عايزين يزودوا دخلهم، كانت نسبه المراه المعيله ما كانتش زادت للمرحله دي. انا عايزه اقول لك من اول بحث عملته
لاخر بحث عملته نسبه المراه المهيله في مصر تضاعفت، بقت الضعف في خلال 20 سنه بقت الضعف. فطبعا ده عدد كبير قوي، نسبه كبيره قوي في مصر، فبالتالي لازم نهتم بيهم. طب نهتم بيهم ازاي؟ نعلمهم مشروعات صغيره. طب هنعلمهم مشروعات صغيره ايه؟ هل هتبقى مجرد انها تعمل شنطه، انها تعمل بلوفر، انها تعمل، لا، هنعلمهم كل حاجه. بدايه احنا رجعنا تاني، ويمكن اقربهم كان في قريب جدا جدا معرض تراثنا، ان احنا رجعنا تاني للاهتمام بالمشغولات اليدويه. المشغولات اليدويه من الصناعات اللي مش الصغيره، المتناهيه الصغر، صح؟ أيوة. ويمكن كلنا عارفين ان اللي بدا معانا مشروعات الصغيره كانت الصين، وكانت بدايتها من عامل ل49، وبعدين بقينا خمسه، وبعدين بقينا ثلاثه، وبعدين دلوقتي انا عندي مشروع العامل الواحد. فبالتالي سهل جدا ان هي تكون صاحبه المشروع، واللي بتقوم بتنفيذه، واللي بتسوقه. بس عشان تعرف تعمل الثلاث وظائف دي لازم انها تاخد دورات، ولازم انها تعرف تعمل ده ازاي. فهنبقى عندي برنامج كده متكامل مع بعضه، ان ادرس لها، اديها دورات في صناعه اللي تتناسب معاها، احدى الصناعات اللي تتناسب معاها، هي مثلا بتحب ايه اكتر، بتعرف تشتغل ايه بايديها بالظبط، والمجال اللي ينفع في المكان اللي هي عايشه فيه. كويس. عندنا الفلاحات في مركز اشمون بيعملوا عيش ويبيعوه، وعليهم اقبال، وعمل لهم يعني دخل حلو، بيعملوا جبنه قريش ويعملوا زبده. فالحاجات دي بتناسب البيئه اللي هم عايشين فيها بالظبط، كل واحد فبالتالي بيناسب. بالتالي لما نيجي نعمل لهم صناعه او مشروع لازم يكون ايه، يتناسب مع البيئه اللي هم عايشين فيها. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لازم تعرف يعني ايه تسويق، والتسويق ده تعرف تعمله ازاي. وطبعا حضرتك عارفه ان احنا عندنا بقى الانستجرام والفيسبوك والواتساب السوشيال ميديا ان جنرال، صحيح، بقت نستطيع عن طريقها ان احنا نسوق المنتجات. طيب دي فلاحه بسيطه ما تعرفش، يا دوبك بتعرف تقرا وتكتب، ما تعرفش ان هي تسوق لنفسها، يعني لو قلت لها انستجرام ممكن تتخيل انك مش هتعرف، او انت بتقولي كلمه غلط، انت بتقولي حاجه مش صح. ايوه، حاجه اول مره اسمع عنها طبعا. فبالتالي برده مثلا بفكر ان احنا نعمل لها اماكن للتسويق الاول، يكون مثلا لها اوقات معينه، مثلا زي ما بنقول عليه مثلا ايه، معرض الشباب، معرض المنتجات السوريه، معرض المنتجات الصينيه، نعمل بقى معرض المنتجات للمراه المعيله، ويبقى مثلا كل شهر اسبوع مثلا يومين في الاسبوع. تمام. معانا يعني اقول لحضرتك ايه، نشرك مؤسسات الدوله، نشرك الاحزاب، نشرك الكليات اللي فيها جانب خدمي وجانب اجتماعي. تمام. معانا مجموعه صور هنعرضهم دلوقتي على الشاشه، الصور جاهزه. تمام. او صور على هوا حضرتك. دي القائمه الوطنيه من اجل مصر، احنا المجموعه ال 13 موجودين فيها. وزي ما قلت لحضرتك احنا معانا استاذ سامر التلاوي، هو امين الحزب في المنوفيه، معانا استاذ احمد الخشن، والاثنين رجال اعمال، معانا دكتوره هناء سرور، ودي نائب وزير الصحه ووكيله وزاره الصحه سابقا، معانا دكتوره شيرين طبيبه، دكتوره شيرين برضو شيرين طاير وشيرين عبد العزيز طبيبات، معانا دكتوره مروه صيدلانيه، معانا استاذ وفيق، ومعانا استاذ احمد شلبي من الشباب، معانا يعني انا يا رب ما اكونش نسيت حد، انا خايفه اكون نسيت حد، مش عايزه اقول لحضرتك. مجموعه ما شاء الله متكامله، ما شاء الله. هي القائمه بتاعتنا اللي هي القاهره وجنوب وسط الدلتا، الجزء بتاع الست محافظات. ده كان اجتماع مصغر في بلد اسمها سبك الاحد. عايزه اقول لحضرتك انا ببقى سعيده جدا باستقبال الناس، وهنا كنا في منزل احد الناس، ده في منزل خال والدتي او يعتبر خالي، وبرده ده كنا في قريه اسمها سملاي، شنواي. وهنا كان مؤتمر مصغر كده، كنا في الكوادي، دي مجموعه صور جميله. وهنا كنا في الكوادي بس كنا مع سيدات فقط، عشان عارفه المهتمين. وهنا كان مجموعه من اساتذه الجامعه كانوا عندي في المكتب نناقش موضوعات. وهنا بقى في قريه اللي هي اسمها سملاي كان مع العمده استاذ حماده. وهنا كان مؤتمر لذيذ قوي قوي كده، وكان مع ناس مثقفه قوي، ما شاء الله ما شاء الله. ودي البرانيه بلدي ما شاء الله اللي انا مولوده فيها ومقيمه فيها، وبرده دي في اعتقد دي في سوك. دول مع بناتي بقى زميلاتك. يا نهار ابيض. شفتي بقى، وده كان في مصنع في سنتريس بتاع جماعه الشامي، وكانوا بيناقشوا قضايا مهمه جدا
برضو سيدات، انت عارفه شغلنا برضو السيدات عليهم باع طويل جدا. ودي دكتور محمد فؤاد مع حضرتك. دكتور محمد فؤاد هو معي في الحمله وربنا يجازي عني خير بصراحه. معي عدد كبير، ودكتوره رانيا ودكتور عبد الحميد برضو بالصدفه هنا، كنا في البيشه وبرضو كنت قاعده مع مجموعه مثقفه ما شاء الله، الناس بقى عندها وعي سياسي عالي جدا. وهنا كان في بيت الحاج فتحي ابو اسماعيل في البرانيه. الحمد لله انا سعيده بمجموعه الصور الهائله الجميله دي، فرحتيني بيها والله. تمام تمام يا دكتور. هل في حاله نجاح حضرتك وفوزك في مجلس النواب، هل هيتعارض مع عملك الوظيفي كعميده كليه التربيه النوعيه؟ للاسف. ايه ده؟ وحاليا انا في اجازه من منصبي كعميده لغايه ان شاء الله ما تخلص فتره، لان ده عشان بمارس حق سياسي، وده الحمد لله القانون بيديني هذا الحق. ان شاء الله باذن الله في حاله الفوز بقدم يعني استقالتي من العماده فقط، لكن كاستاذ جامعه من حقي ان انا اكمل كاستاذ جامعه عادي وبدي محاضراتي عادي خالص. بس هقول لحضرتك على حاجه، الحمد لله رب انا قضيت في العماده كده 4 سنين ونص، فالحمد لله انا سعيده جدا بالانجاز اللي انا انجزته. واحنا ككليه تربيه نوعيه ما كانتش مرتبطه بعميد قد ما يمكن انت عارفه الشعار بتاعنا، كليه التربيه النوعيه ايه؟ مؤسسه تعمل وطن يتقدم. هي مؤسسه، حنان على راس هذه المؤسسه كعميد هتعمل هذه المؤسسه في اطار معين وبعمل معين منظم مرتب. بالظبط. اي حد على راس هذه المؤسسه حاليا مثلا دكتور محمد زيدان وكيل الكليه وقائم بعمل عميد، نفس العمل هيتم. ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا كده احنا مؤسسه. هيكمل حضرتك. فيمكن انا عملت طموحي او اللي انا بتمناه في العماده، ان مجلس النواب هيبقى المكان هيبقى اكبر شويه، فهمارس فيه طموح اكبر شويه. اكبر. فزي ما ايه؟ أنا قضيت طموحي كعميد، عايزة أكمل طموحي في اتجاه آخر. إن شاء الله على خير يا دكتور. يا رب. وربنا يوفقك دايما يا رب. تسلمي حبيبتي. أنا كنت مبسوطة وسعيدة جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، وبنشكر حضرتك على الاستجابة لطلبنا، وبنشكر أسرة نحو الهدف كلهم مبسوطين بحضرتك النهاردة. أعزائي المشاهدين استنونا بعد الفاصل، فقرة هامة جدا وخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020، وفقرة مسجلة مع زميلتي الدكتورة أمل فكري.